السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي انا بعد ام ثلاثة الوليدات، عندي ثلاثة الوليدات، وعندي واحد الولد عنده مرض التوحد وعنده الصرع، كيعاني من جوج امراض في خطرة، والاب ديالو راه هرب دابا تقريبا اكثر من عامين هادي باش مشى. والسبب انه قال لك هاد الولد ما عنده ما ندير به، قال لك الدري مريض ما بقاش مقابلو بالعربيه، قال لي مسطي ما عندي ما ندير ليه، انا ما بقاش مقابل هاد المسطي. شو بك ديري لي لوحي في البحر ولا تلقي شي تران ولا بحال هكا؟ قال لي شنو قال لك؟ قال لي لوحي ولا لقي شي تران هذا الاب يموت. قال لي باش يتهنى منه ويرتاحوا حنايا. على شنو المشكل؟ هذا ما قالتش على ما عندي ما ندير به، ما غينفعني حتى حاجه، واخا كاع هو كبير نكبروه حنا ونضربو تماره ما غاديش نستافدو منه. قلت له ما يمكنش كاش واحد يلوح ولاده. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي ثلاثة الوليدات. هذا هو الصغير فيهم؟ لا هذا هو الوسطاني، عندي واحد صغير منه. عندي الاخر عنده 12 سنه دابا الصغير، اضطريت دابا عطيتو صيفطو للوالدة ديالي باش كنت على حسب المصاريف، سميتو خليت معايا الولد الكبير باش هو كيساعدني عليه، اما الصغير صيفطو للوالدة مصاريف بزاف عليا، بعد ما تمن الكتوبه ديال الدراري ما كنقدرش نشريهم، فالاخر صيفطو وبقى لي الكبير. وهذا ما كيتصل ما كيسول على ولده لا والو، عمرو ما اتصل ولا سول. اكثر من عامين، عامين وزياده دابا، عمرو ما اتصل. ما انتو سوق ما فهمتش واش هو ماشي زعما بعيد، راه كيكون غير هنا يعني، عارف انا في كازا زعما ماشي بعيد، كيجي عند اختو لسيدي معروف وسميتو ما كيسولش، قال له ماشي شغلي دبراسي يا ولادي، تصرف بيهم توكلهم تشربهم ماشي شغلي، وعارفني ما خداماش وعارفني زعما، وعندي هاد الولد ما نقدرش نخدم، مشكله رانا باغا نخدم ولكن ما نقدرش نخدم لان يعني الدري ما عندوش اللي يشدو. حاولتي تشوفي ليه الطبيب؟ تبع لي على الطبيب ديال التوحد، ولكن ها ود وكيشرب هذا ولكن ما مهدن ما والو، وباقا كتجي النوبه ديال الصرع على الاقل، كتجي دابا تقريبا 15 يوم كتجي النوبه كل 15 يوم، اخر مره دابا جاتو يلا تقريبا شي 3 ايام، هو دار راسو بعو كان تحرق باش ما كيعرفش، شد ليا البوله بلاصه البوله حط يدو تحرق، راه كون ماشي خو عتقو كنا غنموتو، هو شدو الدو وجا عتقو خو شدو تاو الدو، مشيت انا تانا نحيدو انا تانا بحال جاتني تكليخه، قالو لي عاود هاديك شديتو حتى انا تشديت، غير ولدي الكبير اللي زعم وما عندناش حتى يطيحو الكره، قطع الخيط عاد طلق من الدو، ولكن هذا مشالو الصبع وديتو بنورس لا الميريزكو ديتو 34 وقادو له الصباع، وداكشي داروا لي عمليه ديال باش يكرطوا له داك الحراك يتحرق له بزاف، وقالوا لي باش تبقاي تقريبا على السيمانه، انا ما نعشت سيمانه، نعستها يومين، نهار 3 ايام داروا لي العمليه جته، هو كيديروا ليه الباندا ويديروا ليه الدواء وكيحلو. ما عييت معاه ما كيعرف حتى حاجه، لا جيتي غير تدوي معاه انا كيتكلم لا ما كيهضر ما كيدوي ما والو ما كيهضر ما حتى حاجه نهائيا، ولا زيرتي عليه وسميتو كيشنق عليا ولا كيضربني، مي كيتقلق كنبان له غير انا، ما كيضرب حتى واحد كنبان له غير انا، يعضني وياكلني كون ماشي يفكني ولدي ولا يفكوني الناس، راه زاد هكا اخويا ما كانش هكا كذبش عليك. عبل قوة الضرب ديال با با كيقتلو هكا دابا بحال هكا، وكان كيطلع فوق منه ويشتب عليه، يقول لك انا الحاجه اللي قلتها ليه خاصو يديرها، وكنقول راه ما كيعرفش، يقولك لا خاصو يديرها خاصو يفهمني انا با با اصلا كنحس بيه هو عنده وقيلا شي حاجه في دماغه على الحساب. اخر مره كيعنفو في الصغر ديالو، كيعرفو من الصغر من صغره هو كيعنفو وما كانش كيطيح. شو السبب؟ هكاك هو هكاك داير خاصو، هو الدراري ما باغيهمش يبقاو معاه، ما كرهمش يعطيهم شي حد، انا ولادي كلهم كانوا كبراو ليا الوالده. شو الخدمه ديالو؟ شو هو تريسيان كهرباء، كيصايب التلفازات صايب كلشي، ولكن هو الاختصاص ديالو هو التريسيان يعني الضوء. كيدير الحاله الماديه ديالك؟ هو الحاله الماديه هاك كتشوفوا الحمد لله ما عندناش، ولكن راه الحمد لله نشكره، بنادم اللي ما خدامش ما والو راه باينه كافحه من الوليدات ديالو. ايوا اش غادي ندير، راه كنترجاو الله وكنترجاو الناس الله يرحمنا من الوالدين، من غير حتى هاد الكورونا حتى هي الجائحه ديال الكورونا دوزناها الحمد لله. استفدت من الصندوق؟ لا خويا ما استفدتش من الصندوق، صيفطت مره وجوج وصيفطت شكايه وما استفدتش،
ومي سولت الناس تاع غير الناس هنا ماشي ما رجعوش ليا الجواب، قالوا لي غيكون استافد هو مادام هو رب الاسره باقي ما مطلقاش غادي يكون استافد هو ولا غيكون استافد. كثرات الناس بحال نفس هذا المشكل وما عندنا ما نديرو. هادشي اللي انتي عطا الله. كاري هنا شاريه شنو؟ لا خويا كاري، شحال كاري؟ كاري 18000. هاد البيت كاع 18. اه كنت ما نقدرش نسكن مع الجيران لان الدراري عندي شويه كيفاش حاجه. كتصرف فيا كيفاش؟ انا محسنين كل مره نلقط حاجه، بعد المرات ما يكونش راه حنا كنخرجوا نلقطوا رزقنا نكذبوا انا وولدي. ما عنديش كيفاش كندير العيله عندك؟ كيفاش العيله؟ الحمد لله. واخا كانت أزمة حتى الآخر ما طاب، حتى يقول لي غيصبح العيد عجبوا لي على الحولية الله شي ناس الله يجازيهم بخير الله يرحم لهم الوالدين بعد عام يتفكرونا. الحمد لله هو الحمد لله بنادم يحمد الله واخا يكون ما عندوش ولا عنده بحال بحال. أنا كنطلب من الله سبحانه وتعالى يلقينا مع شي محسنين إن شاء الله يشوفوا من حال هاد الولد. راه ما كيشوفوا الحالة، راه ما قداش على مصاريفه ولكن ما غاديش نلوحو. راه ولدي باش كطالبي كنطالب شي محسنين يعاونوني لا من ناحيه الحاله الماديه الكراو ومن ناحيه هاد الدري. شوفوا شي طبيب يتبعو سميتو بغيت تدخل شي جمعيه. راه جريت عييت من دخلوش شي جمعيه جات مشيت ولكن كلشي بالفلوس. حتى لا كان شي حد كيقول لك نوقفوا معاك ولكن ما كيلقاش عندي الرميد، لان تما الرميد محرومه منه. كنت انا باقا مطلقاش ما بغوش يصيبوا لي الرميد. قال خاصك تكوني تدعي الراجل وتجي الحكم عاش يعرفوك بانك انت المسؤول على الدري. ها ما درت لا دعوه لا والو خويا، ما عنديش فلوس باش ندعي. ضروري خصك تمشي للصندوق. لا ما مطلقاش مطلقه ما والو، من نهار اللي مشى ما دعيتوش كنت ما عنديش باش ندعي. داك شويه الفلوس اللي كتلقطيهم يلا تشري بهم غير الدواء، بعد المرات نسمحوا في كرشنا باش نشري لي الدواء. ها واحد شويه الحمد لله حنا الحمد لله. أو كم طلبوا من المحسنين؟ الله يجازيكم بخير. أعطيني نمرة التليفون ديالك. صفر ستة صفر واحد خمسة وثلاثين أربعة وستين صفر ثمانية. صفر ستة صفر واحد خمسة وثلاثين أربعة وستين صفر ثمانية. بغيتي تضيفي شي حاجة؟ بنضيف الله يجازيكم بخير لانتم مولى المحسنين الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا عامل حال هاد الولد ما تشوفوا كاع عامل حالنا حنا. شي دير لك وتخلي غير جمعيه ديال التوحد على الاقل غنمشي نخدم نخلص على كرايه. بدا حتى تعاون معك شي حد يتعاون معك في المعيشه ولكن راه لا رجع في الله سبحانه وتعالى. راه انت ما كتشوف كل خير ان شاء الله. الحمد لله.